وبركاته. أخواني الكرام، نحن هنا في بيت الأستاذ يوسف مصطفى عثمان العرة حفظه الله تعالى. اليوم مثل ما وعدناكم حلقة جديدة إن شاء الله. اليوم نحن وياكم نشوف المصحف المكتوب بخط الأيد الذي ورثه عن جده عثمان يوسف عثمان العرة. عثمان يوسف العرة؟ عثمان يوسف عثمان العرة. عثمان يوسف عثمان العرة رحمه الله تعالى. طيب أستاذ، قلنا عم ننتظر المصحف، لازم نشوفه. المصحف حاضر، والمصحف هذا ورثي غالي عن عن جدي، وعن عن جدنا يمكن قبل جدي كان موروث، ما بعرف. لكن أنا اللي بعرفه إنه هذا شفته أول ما تعرفت على هذا المصحف ببيت جدي عثمان عم يقرأ فيه. هو متربع وحاطه بفرجه بحاطة مخدة وعم يقرأ بالقرآن مثل كل الناس. يمكن بعد العصر كان يقرأ، هيك عنده فترة قراءة قرآن، أو الصبح كمان كان عنده فترة قراءة قرآن. هيك أول ما تعرفت على هذا المصحف، كان عمري 7-8 سنين. شفت هون يا أستاذ، هل كل الناس كان عندهم مصحف بخط الأيد يما كان عنده غير مصاحف؟ لا لا لا، حتى كان في شح، مش كل الناس كان عندهم مصحف لا خط أيد ولا طابع. ما كانش في يعني، المصاحف كانت قليلة جدا. واللي بده مصحف كان يوصي يجيب لنا مصحف من الشام مطبوع. وطبيعة يعني أنا بذكر إنه نحن وصينا على الشام، جبنا مصحف كانت طبيعته هيك شوي معجقة، مش مثل طبيعة اليوم. لكن كل الناس يعني اللي كان يقرأ مصحف كان عنده مصحف، أو ينسخ بعض الصور يقرأ فيها. لا 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 لا، أنا ما شفتش صور منسوخة أو صورة لا منسوخة، لكن شفت مصحف مطبوع عادي. حتى كمان جدي الثاني، جدي أحمد يوسف لأمي، كان يقرأ بالمصحف بمصحف مطبوع، لكن تقريبا كل ورقة لحال، عمره عتيق كثير. نعم. قديم جدا. المصحف كان شيء نادر، مش انه كل بيت فيه كان فيه مصحف، ما بعتقدش كان كل بيت فيه مصحف. نعم. الا اي سنة عم تحكي لنا عن المصحف الموجود بين ايدينا اليوم؟ موجود بين ايدينا من سنة 1282 هجري. 1282 هجري. ايوه سبحان الله، هذا يعني من 200 سنه تقريبا، شي 160 سنه. 160 سنه. هذا المصحف كان لجدي يقرا فيه، وكان المصحف عند ببلدنا او عند الختيريه كان توثيق الولادات، كانوا اكثر شيء يوثقوها على المصحف. ابني خلق بكذا، فلان خلق بكذا، الولادات كانت تسجل على المصحف يوثقوها. لكن في لا حدا يسجل ولا حدا يروح تذكرة ومش عارف شو، ولا اخراج غايد ولا الولاد على المصحف. على المصحف ايوه، والوفيات على المصحف. هي كان في تسجيل بالدولي، لكن الفقر والعازي والجاهل انه ما كانتش من اهتمامات الناس. انه سجل يروح يطلع من الضيعه يعرف شو ويدفع 5 قروش حق ورقه بول، والمختار بده خاتم كمان مش عارف شو. هاي كلها ما كانش يهتم فيها، لانه كانت الحاجه موجوده والفقر موجوده والجهل، ما كانوش عاطين قيمه للتاريخ. طيب استير، خلينا على المصحف. اهلا وسهلا فيكم. هذا المصحف، وهذا الكيس، هذا مصحف جدي، وهذا الكيس الله اعلم عماتي مخيطينه، لانه هذا الكيس معه من يوم بعرفه. هذا الكيس معه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كيس المصحف اللي كان
بكل بيت في مصحف كان في كيس وإله علاقة يعلقوه بسدر البيت، المصحف كان يعلق بسدر البيت أو بطاقة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. شوف ال خلي الوقت شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إن كان قد أعجبك هذا المقطع أخي الكريم فشارك معنا في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد، وشارك هذا الفيديو لمن تحب. حياكم الله. ثم معنا هون من المشروع، أرض المشروع. بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا. هان عم يسقوا شو البطاطا بالمرشيت، منظر ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حسين علي الصيفي بين لبنان والبرازيل.